مع بداية الدوام الرسمي، شهدت محافظة ذقار تصعيدا احتجاجيا لشرائح متعددة تخللها غلق الطرقات والجسور وسط مدينة الناصرية، بالإضافة إلى إغلاق بعض الدوائر الحكومية، حيث شهدت المحافظة زحامات شديدة، والمطالب كانت هي توفير فرص العمل والتعيينات لآلاف الخريجين وغيرهم. راح نمشي بخطوات تصعيدية وراح نوحد صفوفنا، ماكو خريج بذقار ما راح نتوحد. ثقب الحسين راح نرجح تشرين، لأن أنتم جاي تماطلون، جاي تشوفون نطلع بصورة صحيحة ما تستجيبوننا، إلا نمشي بالتخريب. راح نشتغل على الدوار، بعد ماكو دائرة، حتى لو مو تربية نشتغل بتربية، وبالماي وبالكهرباء، ماكو دائرة بذقار ما راح نسدها. هذا حق بسيط لكل خريج، يعني خريج درس 16 و17 سنة وتاليها يقعد عند أهله ودق بينا شموس ونطلع مره ومرتين وثلاثه واربعه الى متى تبقى هاي المهازل؟ ايش وقت واحد شريف يلتفت على هاي الشريحه؟ وادم درست وتعبت ونفذت المال وكل شيء نفذت في سبيل الدراسه، وتالي يقعد عند اهله نطالب بانصافهم ودمجهم مع المحاضرين وبعقود. المتظاهرون حملوا الجهات المعنيه المسؤوليه الكامله نتيجه للتهميش الذي تعرضوا له من قبل نواب المحافظه الذين لم ينصفوهم من خلال ادراجهم في قانون الامن الغذائي، في حين يطالب الاخرين بالتثبيت على الملاك الدائم. لا تعيين، لا عقد، لا قطاع حكومي، لا قطاع خاص. رسالتي للحكومه المحليه ولا الحكومه المركزيه. الحكومه المحليه اذا ما استجابتوا المطالبنا راح نسوي خطوات تصعيدية غلق دوائر المحافظة بالكامل. التلويح بالتصعيد واستمرار إغلاق الدوائر الحكومية هو الفيصل ما إن تستجب الحكومة إلى مطالب المحتجين. لقناة التغيير الفضائية، سلام سرهيد، ذقار.